إلى الفلوجة، حيث تشهد الأسواق وخاصة السوق الشهير والمعروف بسوق النزيزة ازدحاما وكثافة غير مسبوقة من أجل التبضع والاستعداد لأول شهر رمضان يحل على المدينة، وهي تحتضن أهلها بعد استعادتها. دائما ما تكتظ الأسواق بالمتبضعين عند حلول شهر رمضان، إلا أن في الفلوجة فالوضع مختلف، فهو الشهر الفضيل الذي يحل على المدينة وهي مستعادة وأهلها عادوا إليها. يعني ذيك السنوات اللي مضت يعني كلها آلام ومآسي يعني بالنسبة لنا. هسه وين وانت ببيتك، والحمد لله نحمد الله ونشكره لإعادة الأيام وبجهود الناس الخيرة اللي سعوا لتحرير المناطق، لشعور يعني شعور بكل السرور، وإن شاء الله يعود على العراقيين فردا بالخير والبركة. سوق النزيزة هو أشهر الأسواق في الفلوجة، فالخضر والفواكه والمواد الغذائية والملابس والكماليات جعلته مقصدا لأهالي المدينة الذين بدأوا بالاستعداد لشهر رمضان. أول شيء نهني العالم الإسلامي أجمع ونخص الشعب العراقي بحلول شهر رمضان المبارك، أعاد الله علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم باليمن والإيمان. والله الحمد لله والشكر، يعني السوق أسعار رخيصة مناسبة للناس، والحمد لله أنه الناس رجعت هذا أول شهر رمضان بعد التهجير، وحركة السوق حلوة والناس يعني فرحانة بقدم شهر رمضان المبارك. صلاة على نعم الأمن الأمان على عموم الشعب العراقي. لا طبعا رمضان واحد ببيته وبين أهله وناسه، ومحرومة الناس من صلاة التراويح، قلت لك يعني هذا أول رمضان بعد التهجير، فتكون رمضان بفلوجة نكهة خاصة يعني. وبالنسبة للفلوجة إلها فد شيء خاص باستعدادات رمضان، إلها فد نكهة، وهذا السنة بالأخص هاي السنة إلها فد نكهة خاصة. ليش؟ لأن العام كانت باحتلال داعش والعوائل المهجرة، وحاليا رجعت الفلوجة والحمد لله والشكر، ونهني العالم الإسلامي ونهني مدينتنا بالدرجة الأولى بهذا الشهر العظيم. الحمد لله والشكر، الروش قوي صار والحركة صارت قوية من فضل الله، وبعودة العوائل كاملة للفلوجة وما بقى إلا الشيء القليل، والحمد لله والشكر على عودة العوائل لهذه المدينة. أسواق الفلوجة عامرة على الرغم مما تعانيه هذه الأسواق من ركود اقتصادي وحصار خانق وقلة الأموال بحسب المختصين. سوق الفلوجة أو ما يعرف بسوق النزيزة يشهد كثافة غير طبيعية من قبل مواطنين للتبضع وتسوق لاستعداد لشهر رمضان، وخاصة أن هذا رمضان هو الأول بعد تحرير المدينة. من الفلوجة، سلام خالد.